سألني بعض الناس قال طيب أنت قلت، أنا قلت مرتين في الدرس الماضي إنه الروس، الروس ليسوا بروم، تذكروا طبعا. أنا ليش قلت الروس ليسوا، ليش تعمدت أقول مين هم الروم وأقول؟ لأنه مرات في التعريف أنت كيف بدك تعرف شيء تدخل وبتخرج كمان، بصير معرف أكثر. لو ظلت تقول مثلا غربيين روم، طب الروس غربيين في جزء منهم، الروس في غربيين هذول الروم. طيب جماعة دول اسكندنافية مثلا فوق، هذول مثلا روم، انتبهتوا كيف؟ انا قلت في الدرس الماضي انه في تفسير الروم مين هم الروم، غلبة الروم، انه الروس مش روم. طبعا الروس مش روم، لانه بعض الناس بيقول هيك، طب ما هو كان يتسموا القيصر، اذا فهموا انه روم من كونهم كان يتسموا القيصر. طيب جيد، لما نزلت الآية غلبت الروم في أدنى الأرض كانت 619 ميلادي، لعلمكم 619، والروم كانوا إيش؟ الروم كانوا مسيحية 619. طب متى تبنى الروس المسيحية؟ تبنى الروس المسيحية 988 ميلادي. هاي اول قضية انه مش روم، هاي اول قضية مش روم. اذا وين تعرفوا المسيحية الروس؟ 988 لما نزلت الاية هاي غلبت الروم في ادنى الارض، كان الروم معظم من هم ضمن سلطان الروم شو كانوا؟ مسيحيين نصارى. اثنين، ما احد من المؤرخين قال اصلا الروس هم روم، هذول سلاف سقالبة، مجموع سقالبة وسلاف. طيب الآن بدي أعطيكم عبارة من مؤرخ مسلم كان رحالة توفي أظن 300 وإشي هجري، 300 وإشي، ممكن 367. ابن حوقل شو بقول؟ شو بقول عن الروس؟ بقول عن الروس انهم كانوا يتجرون الى الخزر، هذه عبارتها، الى الخزر والروم. شو يعني؟ يعني كانت تجارتهم الروس توصل وين؟ الخزر، هذول بحر قزوين الخزر والروم. لاحظ شو بقول، هذا وين انت موجود؟ كان في القرن ايش؟ الرابع، متوفي اظني 367 هجري، 367 ابن حوقل، خليه كاتب 350 350. تمام، يعني الان شو بقول؟ يتجرون عن مين؟ الروس، انهم كانوا يتجرون الى، استخدم تعبير الى مش مع، كأنه يعني بيبعثوا تجارتهم الى الخزر والروم. وشو بقول ابن حوقل؟ شو بقول؟ بقول انهم كانوا ياخذوا الضرائب من بلاد الروم المحادده لهم، يعني في مرحله من مراحل قويه، وصاروا ياخذوا الضرائب من مين؟ من بلاد الروم المحادده. اذا هم من روم؟ اذا اول شيء فيش نصوص انهم روم، في نصوص انهم مش روم، وياما في رحلات اسلاميه راحت للروس قبل ما يكونوا مسيحيين، وكانوا المسلمين بيعرفوا شو روم وشو روس وغير الروس والسلاف هذول والسقالبه. طبعا السقالبه هاي بدها شرح طويل، لانه فيما بعد صارت تطلق على ناس ثانيين السقالبه. يعني في من بعض الرحلات الاسلاميه رحلوا الى السقالبه وبيرووا كيف استقبلوهم وتفاصيل الروم اشي وهدول اشي. اما قضية تسميتهم قياصرة، هذا بعد ما ازالوا المسلمين دولة الرومان الشرقية، ولعلمكم لقيت معظم مثلا روسيا ارثوذكس، روسيا ارثوذكس، اليونان ارثوذكس، اوروبا الشرقية ارثوذكس، يعني مثلا يوغوسلافيا سابقا اللي هي فيما بعد صربيا
أرثوذكس، الجبل الأسود أرثوذكس. شو قصة أرثوذكس؟ شوفوا في الدرس الماضي إذا بتلاحظوا قلنا إنه 395 شو صار في الدولة الرومانية؟ انقسمت شرقية وغربية، صاروا يسموا دولة الرومان الشرقيين يسموها البيزنطية فيما بعد، وهذيك دولة الرومان ايش؟ غربيين. اليوم بقولوا كاثوليك غربيين وارثوذكس شرقي، الروم الكاثوليك والروم الارثوذكس. طب هدول كيف صاروا مع الايام بهذا الشكل؟ الروم الكاثوليك والروم الارثوذكس، لانه نتيجة انقسام الامبراطورية الروم 395 بدأت نتيجة الاختلافات السياسية تتطور خلافات عقائدية أبين ما تكون مذهبين، وذروة هذا التكون المذهبين تقريبا 1054 ميلادي. يعني ظلت تتطور أبين ما صار في عندي إشي اسمه روم شرقيين اللي هم الأرثوذكس، وروم غربيين يعني الكاثوليك، أما هم الأصل دين واحد. لأنه الروس سنة 988 شو تبنوا؟ المسيحية. تبنوها على طريقة مين؟ الأرثوذكس. فلما انهارت الإمبراطورية الروم، لأنه فتحت القسطنطينية كم؟ 1453 ميلادي. 1547 لاحظوا بعد ما كانت منهارة دولة القياصرة، جاء واحد اسمه إيفان وبسموه إيفان الرهيب، وأول من سمى من الروس نفسه سمى نفسه إيش؟ قيصر. في ناس توهموا إنه طالما سمى نفسه قيصر، لا، هو سمى قيصر لأنه هم 988 تبنوا المسيحية الأرثوذكسية واللي عاصمتها كانت القسطنطينية. فلما انهارت دولة الرومان الشرقيين بعد فترة، لأنه شوف الفرق بين 1453 و 1500 وكم؟ و 47، يعني في 1500 يعني تقريبا 100 سنة. أجا هذا إيفان، أجا عباله إيش؟ يتسمى باسم يكبره هيك زي ما كانت الإمبراطورية الرومانية الشرقية. إيفان الرهيب سمى نفسه إيش؟ قيصر. وظلت ماشية قيصر عبين ما تحولت إلى إمبراطور، بعدين صار اسمه إمبراطور ما عادش قيصر. وهذا غالبا أيام بطرس الكبير، بطرس الكبير غالبا تسمى إمبراطور سنة 1721، وبطل يقولوا قيصر صار يقولوا إمبراطور. فهاي التسمية بتعنيش إشي. فمن هون جاء بعض الناس وقال هذول روم. عارف شو بفيد هذا الكلام يا محترمين؟ لأنه في نبوءات موجودة، مش بس الآيات، في نبوءات موجودة في الأحاديث تقول روم. مثلا من ضمنها انه سيأتي زمان نصالح فيه الروم صلح، واحنا وياهم نقاتل عدو مشترك مثلا. طب مين هم الروم؟ اذا جيت قلت اليونان اليوم روم، صح؟ الايطال روم، صح؟ انت انتبهتوا؟ يعني في تفاصيل. الروس روم؟ لا. اذا مشان اعرف افسر كمان، مشان اعرف افسر، لانه اليوم الناس هكذا بصير يبين ليش انا بتكلم. لانه في نوع من الناس بتصوروا بيحاولوا يطبقوا الواقع ويوحوا لك انه احنا نتحالف الان مع الروس، وانه هاي الرسول بينبئ انه احنا راح نتحالف مع الروس. لا يا اخوي، الروس اصلا مش روم. وهي انا حكيت لكم القصة، ها، لما نزلت الايات ما كانوش اصلا مسيحيين، و 988 انتبهتوا كيف؟ وين لا، وأما هاي تسمية القيصر معروف، بعد ما راح القيصر وانتهت هجا إيفان الرهيب هذا، وكان إنسان يعني ديكتاتور عنيف جدا هذا إيفان، ما هو من اسمه الرهيب، وقال سمى نفسه قيصر. بس هذه ظلت ماشية لعد ما أجى بطرس الأكبر وسمى حاله إمبراطور. هاي تسميات لا أكثر ولا أقل. ومرات التسميات دير بالكم، يعني ممكن تجدوا بعض الدول اللي تسلم، ها، مثلا إندونيسيا ممكن يجي في يوم من الأيام يجوا يسموه خليفة، لأنه المسألة لها علاقة بالدين، صارت علاقة بالدين. مش معناته هذا الأندونيسي أصله عربي إذا سمى حاله خليفة مثلاً.